عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بعد إغلاق شاطئ عمان السياحي الذي كان يوفر لهم فرصة الاستجمام، خصوصا غير القادرين على كلف الإقامة في الفنادق المجاورة. ويؤكد بعض من المواطنين أن الشاطئ العام هو حق للجميع، ويعبرون عن أملهم في إعادة فتحه لتلبية الاحتياجات الترفيهية للجميع. نستمع في التقرير التالي لآراء المواطنين حول هذا الموضوع. اجينا هون وصلنا تفاجأنا انه انا بعد 3 ساعات سواقة حرفيا، من الساعة 2 الساعة هلأ 5، واحنا مو لاقيين مكان نوقف فيه ونصف فيه او ننزل على بحر على شاطئ. بنفس الوقت ما في مجال انه الواحد يعمل اي اشي بالمكان، حتى اتليست يعني مطعم ما في على الطريق، ما في ولا اي شيء ممكن يخدم السياحه او يخدمنا احنا كمواطنين. بس انه نيجي هون ما في لا نظافه، الكراسي مكسره، الخيام اللي على اساس انها خيام عاملينها هي عباره عن قش، والنظافه معدومه. اجينا هون واكتشفنا انه اغلبيه الشواطئ العامه زي شاطئ عمان السياحي مغلقين. ايش الحل الاخر؟ كان الحل الاخر اللي هي الاماكن العامه اللي زي هيك، والصراحه يعني جدا سيئة، سواء كمرافق سواء كاهتمام. الحل الآخر كان إنه الفنادق، والفنادق أبدا ما بتساعد. إذن نرحب بضيفنا سيد محمد الجعرات، عضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة سميمة. يعطيك ألف عافية. بداية، هل هناك أي أسباب لإغلاق شاطئ عمان السياحي؟ ست رانيا، يسعد مساكي ويسعد مساء الجميع والمشاهدين والمستمعين. شاطئ عمان السياحي وكان مملوك لأمانة عمان بالكامل، استثمر من قبل المستثمر وأغلق بال 2019. هو شاطئ كان متنفس لجميع الأردنيين وذو الدخل المحدود. نعم سيد محمد، منذ متى تم إنشاؤه؟ تم إنشاؤه تقريبا من العام 2015. يعني من 2015 ل 2019 كان تحت إدارة أمانة عمان أو مستثمر؟ كان هو أول ما تم تشغيله كان تحت إدارة أمانة عمان، وبعدين تم استثماره من قبل أحد المستثمرين. نعم. وكان هو المتنفس الوحيد لكل الشعب الأردني وذو الدخل المحدود، يعني كانت دخلية الشخص ما يقارب دينارين ونص، ويستعمل جميع المرافق. يعني الآن أنت عندك فنادق بالبحر الميت 5 نجوم. بعد الأخوان السياح يعني ما بيقدر إنه يقيم في هذا الأوتيل. الأوتيل إقامته يعني ما بين فطور وغداء فطور عشاء من 150 دينار، من 100 دينار ل 150 دينار. يعني ما عنده ذيك القدرة إنه يدخل هاي الفنادق 5 نجوم. هو شاطئ عمان السياحي كان المتنفس الوحيد لأبناء الأردنيين. نعم، والآن لا يوجد أي مكان للأشخاص الذين لا يرغبون بالذهاب إلى الفنادق للاستمتاع بشاطئ البحر الميت. نعم صحيح، يعني عندك هيئة المناطق التنموية هي لها جزء كبير على البحر الميت. تمت إغلاق طبعا ما يقارب من قبل 5 شهور، تمت إغلاق هيئة المناطق التنموية أيضا الشواطئ العامة تم إغلاقها. الآن حتى المواطن مش عارف وين بده يروح، يعني اللي أنا دخلي 260 دينار 300 دينار، طب أنا بدي أروح يوم جمعة على البحر الميت أو يوم خميس، وين بدي أودي ابني؟ شاطئ عمان مغلق، الشواطئ العامة أغلقت، يعني هيئة المناطق التنموية أغلقت هذه الشواطئ وما لهم ما عندهم أي بديل نهائيا. نعم سيد محمد، هل تواصلتم بأي شكل مع الأمانة أو مع المناطق التنموية من أجل إيجاد متنفس آخر للمواطنين؟ يعني نعم صحيح، تم التواصل أيضا كمان رئيس مجلس المحافظة، تم التواصل بشكل مباشر مع أمانة عمان، والآن أمانة عمان ما بينه وبين المستثمر قضايا بالمحكمة. نعم. وهيئة المناطق التنموية الآن هي بتحكي إنه بدها تعمل متنزهات وتعمل شاطئ شعبي، بس الآن يعني إحنا كله على الحكي، يعني ما في، أنا بدي أغلق شيء بدي يكون بديله شيء. نعم، وصلت الصورة بالكامل. بدي أشكر السيد محمد الجعرات، عضو مجلس محافظة البلقاء عن منطقة السويمة. ويعني تؤكد هيئة المناطق التنموية في اتصال مع من هنا نبدأ أنه لا علاقة لها باستثمار شاطئ عمان السياحي، ملكيته تعود إلى أمانة عمان الكبرى التي قررت إغلاق الشاطئ عندها. قامت الهيئة بتشييك الشاطئ وذلك لحمايته من تحوله إلى مكرهة صحية. سنتابع هذا الموضوع لأن يعني من خلال مقابلاتنا مع المواطنين
رأينا بأنه هناك رغبة من قبل الجميع بأن يكون هناك شاطئ عام يخدم الجميع دون استثناء.